رغبة المؤسسات العلمية والباحثين وأهل الفكر إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار، مأسسة الإبداع من خلال سن بعض التشريعات التي تفضي بضرورة استخدام طرق وبيئات ملهمة للإبداع، وضع استراتيجيات وطنية لتقويم الإبداع، تفعيل مراكز الإبداع والتميز في التعليم، توفير بيئة ملائمة للإبداع بالذات البيئة الملهمة والبيئة المحفزة للإبداع. أيضاً يعني في توصية ضرورية هي ما قام به بعض المحررين في التعليم الإلكتروني، وهي بناء لبنات تعليمية بناء على بناءات تعليمية موجودة أصلاً، وهذا بيساعد على إنه نحفظ حق الآثر، حق المؤلف للبنى التعليمية اللي هي learning objects. يعني شكراً لكم. إحنا كانت التوصيات أكثر من هيك، بس نظراً للعجلة نقتصر بهذه التوصيات. شكراً للجميع. خمسها